الله تعالى وبركاته. إذن أعزائي الطلبة، الأساتذة، الباحثين، طلبة الدكتوراه، اليوم سوف أقدم لكم طريقة جديدة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. الترجمة تكون للمقال PDF مباشرة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بشكل كامل، يعني والترجمة محسنة بشكل كبير، يعني ليس مثل ترجمة جوجل ربما تكون يعني آلية أكثر منها، يعني ترجمة للمعنى. إذن الطريقة تبعوا معي فقط، ليست بصعبة لكن تحتاج البرمجيات. إذن البرنامج الذي نحتاجه هو برنامج مايكروسوفت وورد، لكن برنامج مايكروسوفت وورد في نسخته الجديدة 2021. والبرنامج بالنسبة للنسخة التي حصلت عليها، يعني قمت بشرائها نسخة أصلية، يعني تلاحظوا هو البرنامج مفعل، يعني هو الدليل كونت، هو حسابي في الأوتلوك، وهو يعني برنامج منشط، يعني محصل على كل التحديثات، لأنه البرنامج يعمل بالإنترنت، لأن يعني العملية اللي نقوم بها تحتاج إلى الإنترنت. إذن الطريقة ما هي؟ أول شيء نقوم بفتح المقال باللغة الإنجليزية بعد ما حملناه من المجلة العلمية المعنية. إذن أوفرير باركورير مثلا، المقال هذا موجود في سطح المكتب. المقال هو وظائف الإدارة، حول وظائف الإدارة، يعني نفتح المقال PDF. يعني الآن هذا البرنامج يقدر يفتح PDF مباشرة داخل الوورد. تلاحظوا، نعمل أوكي هنا، تلاحظوا عملية تحويل من PDF إلى الوورد. ها هو تم تحويل هذا البرنامج، هذا المقال. إذن تلاحظوا يفتح PDF داخل برنامج الوورد. هذا أول شيء، تحويل الصيغة. الخطوة الموالية وهي نضغط على زر ريفيزيون، ثم لونغ لغة، ثم ترادوير ترجمة، ثم عندنا خيارين، خيار الترجمة بالتحديد، يعني نحدوا نص معين نترجموه، وترجمة كل الملف. احنا نختاروا ترجمة كل الملف. لازم توفر عندي شبكة انترنت، لاحظوا اني متصل بشبكة انترنت واي فاي. الان هنا يقول لي خير اللغة الاصلية واللغة المستهدفة، اذا هنا اللغة نخليها ديتكسيون اوتوماتيك، يعني يعرف مباشرة واحد الالي اللغة الاصلية وهي اللغة الانجليزية، ثم يترجم لي نحو اللغة العربية. يعني هنا طبعا انا نحكي على اللغة الانجليزية، واي لغة حتى الصينية تقدر تترجمها. اذا نحدد اللغة العربية، ثم نضغط على ترادوير. تلاحظوا واش الملاحظة اللي قال لي هنا، انه قبل ما نقوم بعملية الترجمة لابد ان نقوم بحفظ الملف هذا في صيغة دوكس، يعني صيغة وورد. اذا نقوم بالعملية هكذا، اذا لاكي او ريجستري سو، ثم اقوم بحفظ الملف في صيغة وورد هنا مثلا في سطح المكتب. اذا اقوم بحفظ الملف. بعد ما قمت بحفظ الملف الان تلاحظوا في شكل وورد، الآن اضغط على زر الترجمة، لأن الترجمة تحتاج إلى توفر شبكة الإنترنت. إذا تراديكسيون يون كور، تلاحظوا ها هو المقال. إذا ترجمني ها بعنوان وظائف الإدارة كآلية لتعزيز الثقة بين الأشخاص، ها المؤلفين الجامعات. تلاحظوا يعني حتى عندما قرأوا مثلا ملخص الآن المعنى يعني واضح. الغرض الرئيسي من هذه المقالة هو لفت الانتباه إلى الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الثقة بين الأشخاص، بين المشرفين والموظفين، يعني في المؤسسة ما بين المسؤول أو الرئيس والمرؤوس، كيف نعزو الثقة من خلال وظائف الإدارة. إذا من خلال الأنشطة المرتبطة بوظائف الإدارة الأربعة. تلاحظوا يعني حتى المعنى يعني جيد. تلاحظوا ها بالنسبة للترجمة المقدمة، يحافظ حتى على التهميشات داخل المقال. تلاحظوا هاو التهميش هنا يعني يحافظ عليه، اللغة الأصلية، نظرة عامة. تلاحظوا بالنسبة للأشكال والجداول، عندما يكون أرسم مثل هذا، رسم يعني صورة غير قابلة للترجمة،
لكن إذا كان فيه الشكل يعني وفيه كلمة داخل الشكل أو جدول أو منحنى كذلك يقوم بترجمته فيما عدا الصورة، يعني الصورة تكون صورة يعني يعني غير قابلة للتحويل وليست تتمتع بخاصية الـ OCR في الـ PDF. الـ PDF في خاصية الـ OCR. إذا تلاحظوا هذه من عملية ترجمة المقال من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في شكل كامل. الآن نحبوا نحفظوا الـ PDF نتاعنا، أصلا رانا حفظناه في وسط المكتب، نحبوا نحولوه PDF العربي، نحولوه من خلال أوريستريسو بار كورير، ونعاودوا هنا نختاروا PDF، نعاودوا نحفظوا الملف نتاعنا PDF باللغة العربية. كيعود عندي مجموعة من المراجع نحب نخلصها. تلاحظوا إذن هذه هي الطريقة، بسيطة وبسيطة جدا، لكن الشرط هو شراء برنامج مايكروسوفت وورد نسخة 2021، سعرها هو 1500 دينار جزائري. اشتريتها عن طريق يعني مورد من خلال فيسبوك ماركت بلايس، يعني فيه بائع يبيع اونلاين، تبعتو المال ب سي سي بي ويبعث لك كود التفعيل مع رابط تحميل البرنامج الاصلي يعني من الشركه. الحمد لله يعني العمليه ناجحه معي الى حد كبير، والامر هذا يعني ساعدت به كثير من الطلبه نتاعي اللي نشرف عليهم في المجال، خاصه عندما تكون مواضيع جديده وفيها نقص كبير في المراجع باللغه العربيه. اذا شكرا جزيلا واتمنى لكم الاستفاده، ونرجو مشاركه هذه او هذا الفيديو مع زملائكم حتى تعم الفائده. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.